أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد. لو أول مرة تشوفنا وعجبك الفيديو ريت تعمل لايك، ولو مش مشترك في القناة اعمل سبسكرايب واشترك حالا وفعل الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد وحصري، ولو عملت شير يبقى فيك الخير. أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في درس جديد من دروس النهاردة. معاكم عادل بسيوني، وبإذن الله البداية مع منهج تالتة إعدادي، وإحنا موجودين في يونت 1 تحديدا في ليسون 1 أند 2 في الدرس الأول والتاني. وعلى طول زي ما تعودنا هنروح إلى النيوفو كاب أو الكلمات الجديدة اللي معانا. وأول كلمة موجودة معانا هي كلمة أكواريوم، وكلمة أكواريوم معناها حديقة الأسماك أو حوض سمك. كويس جدا. طيب حديقة الأسماك أو حوض السمك ده أختارها إمتى؟ لأن عارف إن الفوكاب أو الكلمات بتيجي في التشايس الاختيارات. إمتى أختار كلمة أكواريوم؟ على طول أول ما ألاقي كلمة فيش سمك، أو ألاقي kinds of fish أنواع سمك، يبقى كلمة aquarium مرتبطة معايا بكلمة fish. أو ممكن ألاقي حاجة مختلفة شوي فلاقي كلمة sea animals يعني حيوانات بحرية، حيوانات بحرية. إذن كلمة aquarium معناها حوض السمك أو حديقة الإيه؟ حديقة الأسماك. طب يا مستر، وأنا ممكن أقول عليها متحف الأحياء البحرية؟ طبعا. طب ممكن أقول عليها متحف الأحياء المائية؟ تمام. أما الكلمة الموجودة معايا في رقم 2 هي كلمة ليك، وليك هي البحيرة، والبحيرة دي يا شباب عبارة عن a large area of water يعني منطقة كبيرة من المية، with land around it، وموجودة كمان حواليها اليابس، يبقى دي كده اسمها ايه؟ ليك، البحيرة. طيب ممكن يجي يقول لي ايه؟ a large area of water surrounded by land، محاطة باليابس. تمام، يبقى دي الايه؟ كلمة ليك. طيب ايه كمان معايا؟ معايا كلمة botanical gardens. كلمة botanical يعني نباتي، ليه علاقة بالايه؟ بالنباتات. طب لو قال لي botanical gardens دي بيكون معناها حدائق نباتية. طيب الحدائق النباتية دي ألاقي فيها إيه؟ ممكن ألاقي beautiful flowers يعني زهور جميلة. ممكن ألاقي كمان، ممكن ألاقي tall trees أشجار طويلة. وممكن ألاقي كمان في البوتانيكال جاردنز study plants. يعني إيه بقى study plants؟ يعني يدرس النباتات. يعني البوتانيكال جاردنز هو المكان اللي اقدر ادرس فيه الايه؟ النباتات، اسمه بوتانيكال جاردنز، بوتانيكال جاردنز. طيب المكان اللي بعد كده وهو لايبراري، واللايبراري عارفينها المكتبه، وعندي حاجتين في المكتبه، يا اما يقول لي ريد بوكس يقرا الكتب، يا اما يقول لي بورو بوكس
يستعير الكتب. يبقى المكتبة أنا بقدر أعمل فيها فعلين، يا إما أقرأ كتب يا إما أستعير الكتب. فين؟ في المكتبة، اللايبراري. بعد كده عندي سبورت سنتر. يعني إيه سبورت سنتر؟ مركز رياضي. وممكن أكتب سنتر بالإي بره أو الإي جو، مفيش مشكلة فيها، لكن هي معناها مركز رياضي. وطبعا مركز رياضي يبقى أنا متخيل ان انا هلاقي فيها كلمة سبورت رياضة. او الاقي ايه كمان؟ الاقي فيها بلاي سبورتس، يعني يلعب رياضة. او الاقي فيها ايه كمان؟ دو سبورتس، يمارس رياضة. بعد كده معايا كلمة بنك، وبنك يعني المصرف او البنك زي ما انا بسميه البنك. والبنك ده عنده فعلين برضو، يا اما اقول له سيف ماني، ادخر فيه المال، يا اما اقول له بورو ماني، استعير المال. ده موجود فين؟ في البنك. بنك يعني المصرف او البنك، تمام. بعد كده عندي كلمة مونيومنت، ومونيومنت معناها اثر. الاثر ده يا شباب بيكون تاريخي. طب ايه الاثر التاريخي؟ عشان انا مش عارف. الاثر التاريخي عبارة عن شيء معين، تمثال او مبنى بيفكرني بشيء معين، يا اما بشخص يا اما بفعل معين. يبقى هو something minds people، يذكر الناس بإيه؟ بحاجتين، يا إما someone شخص ما، يا إما an event حدث. يبقى ده اسمه الايه؟ المونيومنت، الاثر التاريخي. بيفكرني يا اما بسموان اللي هو بيرسون يعني شخص، يا اما ان ايفنت حدث، حاجه حصلت. طيب بعد كده نروح على كلمه ترافيك. ترافيك يا مستر معناها حركه المرور. فهي كل الايه؟ الكارز، السيارات، لوريز عربيات النقل، بايكس الدراجات، اي حاجة بتمشي في الطريق بقول عليها ترافيك، حركة مرورية او حركة المرور. نروح بعد كده على كلمة بيسفول. تعال يا شباب نشوف كلمة بيس. وبيس معناها سلام، دي ناون اسم، وبضيف لها فل علشان تبقى بيسفول، يعني آمن أو مسالم. آمن أو مسالم معناها كالم، أو معناها التاني كوايت. يبقى كالم وكوايت دول المعنى الخاص بمين؟ بمسالم. يعني إيه مسالم؟ هادئ. سبيشيالي، كلمة سبيشيالي خصوصا. يعني ايه خصوصا؟ تعالى كده نقول ايه؟ It's hot in summer، الجو حر في الصيف. سبيشيالي وخصوصا in August، وخصوصا في شهر اغسطس اللي هو شهر ايه؟ شهر 8، بيكون الجو فيه ايه؟ حر بزياده. اكتر درجه حراره بتكون في شهر اغسطس. يبقى انا معايا كلمه جيت تو، اللي بتساوي ريتش، اللي بتساوي ارايف، سواء كان ارايف ان او ارايف ات.
لكن الكل معناه يصل. الكل معناه ايه؟ يصل. get to يصل الى، reach يصل الى، arrive in او arrive at يصل الى. طيب هنا عندي سؤال، السؤال بيقول ان get to يجي بعدها المكان وريتش برضو يجي بعدها المكان، طب ارايف ان ولا ايه تختار ايه؟ ارايف ان يبقى المكان كبير، يعني اقول ارايف ان كايرو، لكن ارايف ات يبقى المكان محدد، اقول ارايف ات ذا سكول او ات ذا زو. طيب خلي بالك من جيت مع كلمه هوم، اقول جيت هوم يصل المنزل. يصل الايه؟ المنزل. ليه يا مستر؟ لان كلمه هوم ما بتاخدش حرف جر، كلمة هوم ما بتاخدش حرف ايه؟ حرف جر. بعد كده تعال نشوف الفعل جو شوبينج، يعني يذهب للتسوق، وكمان اشوف دو شوبينج يتسوق. هنا دو شوبينج بتساوي الفعل اسمه ايه؟ اسمه شوب، لان شوب برضو معناها يتسوق. شوب معناها ايه؟ يتسوق. كويس جدا. خلي بالك من كلمة راوند مستدير وكلمة اراوند. اراوند يعني حوالي، بتساوي كلمة ايه؟ اباوت. اباوت معناها حوالي. اباوت معناها ايه؟ حوالي. طيب علشان بقى اخدك من هنا ونروح على سؤال يمكن جديد عليا، او طريقة سؤال جديدة عليا، وهي الكلمات اللي احنا هنبدأ نقولها دي. اول كلمة هي كلمة بريفكس، وكلمة بريفكس معناها سابقة. يعني ايه سابقة؟ مسابقة؟ لأ، يعني إضافة في بداية الكلمة. إضافة في بداية الكلمة. الله، طب لو جت في النهاية يا مستر، دي في الحالة دي اسمها suffix، والsuffix يعني لاحقة، يعني إضافة في نهاية الكلمة. إضافة في نهاية الإيه؟ الكلمة. طب انا مش فاهم يعني ايه دي. طيب تعالى بس نكمل ونشوف كمان كلمة سينونيم. مرادف. مرادف يعني ايه؟ يعني the same meaning، نفس المعنى. مرادف يعني ايه؟ similar، متشابه. طب كويس، دي كلمة synonym. طب عندي كمان ايه؟ عندي كمان كلمة antonym. antonym يعني المضاد. يعني ايه المضاد؟ يعني ال opposite، العكس. ال opposite اللي هو العكس. طب يا مستر انت حضرتك بتقولي الكلام ده ليه؟ تعال نشوف ونشوف اللي بيحصل مع الكلام. تعال نشوف كلمة care، يهتم. بس انا يا مستر احيانا بشوفها كلمة careful. careful يعني حريص. هنا بقى اقول لك ان انا اضفت للكلمة suffix يعني لاحقة، غيرت لي معناها، خليتها لي صفة. طب دي بس. طب تعالى نشوف help، يساعد، لقيتها ايه؟ برافو عليك، helpful، مساعد. كويس. طيب تعالى نشوف ايه كمان. تعالى نشوف كلمة peace، سلام او امان، ولقيتها peaceful، مسالم او امن. كويس جدا. تعال نشوف كلمة use، يستخدم، واللي لقيتها useful، نافع او مفيد، والطبعا لعكسها ايه؟ useless، بلا نفع.
ملوش فايدة في الحياة. طيب إذا كلمة fall هنا لقيتها إيه؟ لقيتها suffix. السافكس ده ممكن يحول لي الverb إلى adjective، أو يحول لي noun إلى adjective، أو يحول لي الverb إلى adjective صفة. طب يا مستر أنا عندي سؤال، اتفضل. هو ده بس الإضافة الوحيدة ولا في إضافات تانية؟ لا. طب تعال نشوف كده كلمة pollute اللي هي معناها إيه؟ برافو عليك، يلوث. طب ما أنا أحيانا بشوفها pollution، يبقى هو ضاف الإضافة دي علشان يحولها لي إلى noun. برافو عليك، تلوث. طيب أحيانا بلاقي attract، يجذب. attract يعني يجذب. طب ما أنا بلاقيها attractive، جذاب، يبقى هنا ضاف لي الإضافة دي الاي في اي علشان دي تحولها لي إلى صفة. attractive ليها ايه سينونيم؟ اسمه beautiful، لأن attractive معناها جميل. سينونيم؟ اه تمام. طب يا مستر أنا ملاحظ حاجة. ايه هي الحاجة؟ كله في النهاية، ما أنت قلت لي إن في حاجات في البداية. طب تعالى كده نشوف كلمة نون، معروف، ونشوف كلمة unknown غير معروف. كلمة نون معناها famous، مشهور، معناها popular، شعبي أو محبوب. طب unknown غير معروف، اذا هنا دي الانتونيم العكس. اه طب يا مستر تعال نشوف كلمة expensive، غالي، والانتونيم بتاعها بالاضافة القبلية اللي هي البريفix، ولقيتها ان expensive غير غالي. لا مش غالي، اللي هي بتساوي كلمة، برافو عليك، cheap رخيص. expensive يعني costs a lot of money، بيتكلف فلوس كتير. طيب احيانا بقى يجيب لي كلمة modern، حديث. طيب modern دي بتساوي ايه؟ equal يعني synonym بتاعها new، حديث. طيب ما انا عندي old، قديم، بتساوي ايه؟ ancient، قديم. ancient معناها قديم، كويس. طيب انا عندي peaceful، هادي، عكسها noisy، صاخب، مليء بالضوضاء. طب ما انا عندي بورو، يستعير، يستلف يعني، عكسها ايه؟ لند، يسلف. لند معناها يسلف. طيب attractive يعني ايه؟ جذاب، جذاب اللي هي beautiful. اه عكسها unattractive يعني غير جذاب او ugly اللي هي ايه؟ قبيح، اللي هي بتساوي ايه يا شباب؟ ugly. طب وهنا بتساوي ايه؟ beautiful، جميل. اشكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.